ماذا تفعل أيها الرجل؟ اعتراف، أرقب الناس. ولا تفعل فعلهم؟ ولا أحد منهم يفعل فعلي. ألا تنال نصيبك؟ نصيبي لا أناله بالانحناء على الأرض. إنه هبة أمير المؤمنين. الهبة تكون من يد ليد ولا تطرح أرضا. قد أنحني لأمير المؤمنين ولكن ليس لماله، فلا مأرب لي فيه. أنت غريب أيها الرجل. إن كنت تقصد غريبا عن المكان فبلى، وإن كنت تقصد غريبا عن الناس فهو ذلك أيضا. فسر معنا إذن. إلى أين؟ إلى حيث نتحقق من أمرك. مع من؟ سر معنا إلى صاحب شرطة الخليفة روح بن زنباع.